تم التسجيل والمكساج في استديوهات أفراح العروسة لتوفيق جميع الشباب والزفاف فارس يوم فارس في فعالة والكرم والجود ما نعرف مثيله للشهامة والوفا صاير مثالة من نخاهم لا عزم يطوي رحيلة بنت فارس يوم فارس في فعالة والكرم والجود ما نعرف مثيله للشهامة والوفا صاير مثالة من نخاهم لا عزم يطوي رحيلة بنت فارس للذهب يتنجزالة والمعاني في معانيها جزيلة بنت فارس والحلا ذات الجمالة طبعها واخلاقها الاغلى جميلة بنت فارس للذهب يتنجزالة والمعاني في معانيها جزيلة بنت فارس والحلا ذات الجمالة طبعها واخلاقها الاغلى جميلة العتيبي عزك الله ذي الجلالة مجدكم شامخ بالأفعال النبيلة الوفا يهل الوفا دونه محالة والعتيبي دونهم ما فينا حيلة العتيبي عزك الله ذي الجلالة مجدكم شامخ بالأفعال النبيلة الوفا يهل الوفا دونه محالة والعتيبي دونها ما فينا حيلة السنايع ذكرها طاف اشتعالة والمواصف لا مدحناها قليلة وافي المعنى ولا كان احتمالة للفعول الوافيات المستحيلة السنايع ذكرها طاف اشتعالة والمواصف لا مدحناها قليلة وافي المعنى ولا كان احتمالة للفعول الوافيات المستحيلة افرشوا من حولها ورد الخميلة مثلها بين الخلائق استحالة لا غدت للي يوفيها خليلة اقبلت نور وسناها اللي تعالى افرشوا من حولها ورد الخميلة مثلها بين الخلائق استحالة لا غدت للي يوفيها خليلة نورا يلي عن يمينا او شماله البشاير حولها فغلى ليله لا خذاها اللي كتب عهد امتثاله تحتري الفرحه ثوانيها الطويله نورا يلي عن يمينا او شماله البشاير حولها فغلى ليله لا خذاها اللي كتب عهد امتثاله تحتري الفرحه ثوانيها الطويله السحر الحلالة والمطايا في رحيلهم وسيلة والسعادة فالهم في خير حالة بالتهاني كل طار وقشيلة يا عساهم يهدنوا السحر
لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب. للتواصل 05-333-48-02-1. لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل.